KNN وحان كفر أحسن هاي مانتا إن أنهر تاغن هاي دتكي إلهي درجي دين تإلهي فافناي تصالحي النبي محمد نبت قليو إن حريس كوركي ساهاتي أمدكو هاقاي وحان للشيقين وان رباين عن شاقو إن علمدو أيهين دتكي دحلي أمبياد على أنا قفل با ومسلم أجي هاي إن أنا أمبيادي كدحلين لعق قريو يدهب من نبا وحكلي أي دحلين أي تهاي أقونتي الله لغو لحرير أي سيدة ساوغيد وحان ربا إن النفتي دا تن حكومة دا يتن شعبك الصوماليات إن أنا كل در دار مو إن أنا أقبلنا وحي علمادو إن نجا مدينهين سيننا تحقلين تأغوص الرئيساء وإليهين بني آدم سببتو آه وددكاس إلهي كرامي علمادو الصوماليات وحي ودح حيان ددكا وقبل إيا قبيل ملحن وحي هايين كوي اللي قفا كان جري مروى الباء والبجرو وحن قرايا إن مانتا لجوغو مالي نو عاسا كرتين إن سيداس اللي سيقو يمادو وحن ربا هل كنن انك عد هيو إن دادك صوماليات آنو قنا هاي كل قود إن ايهي إن داد مسلمة سنة هدبا وحن مهم إنان اسوي دينو حجيبي جوغان قال هذا أي شباب كوجر هذان والله تقال ما هنا هذه أن قرناي كلجن هرمود كي أمد الصومالية دو علماء هاي هل كان كشيء جن إنه أمد الصومالية بقول كي بقول أيهين دت مسلمينا سنة هايستا ماذا بكشاف يده وأيو قال هذا دل كأن جوكتا والله تقال ما هي وحنا دوغو فرحسان هاي علمدي اي مانتي كشيكتي امد الصوماليات هرتو وحاكلون رواينا انقرو ان دستورك امد الصوماليات وكو سليسيني هاي دين تا اسلامك وام حي دستورك عصب اما دولة نمدك كلاو اللي فرادين هاي وحاكلون اقنا هاي ان امد الصوماليات تاريخ دا دين الإسلام كاي ملفو كجيرت سببتو آه ودد صوماليات أما ودل عن دين تحوب لوغو ياري ماركي لبربر ديغ عربتا وديغ لوغو دادي ودد صوماليات ودين تكسو غلي ربطان ودد صوماليات وكترجمة إن إسلام كوي هاي نبط ودد صوماليات وفهم سن إن الباب كسلامة إسلامك أي تهاي الرحمة يدعو ينبض ودد صوماليات وفهم سن دين تودا وفهم سن إن جنة آخرنا ما يعيدوا يهاي قرقي ينبض يا وذا وحن مركا عرورت الله قرحنا أيو يكوى لسومرن هبابيبا نما هايستان قال الله ساي وذا بيلو أي علادي كده حجرتو أما عادو دبد النوغي يمد لكن وداد دين تكون نصب شيغان أيا وويل شيننا وعدد استعمالها هي دينتا لبعتد انها يستوح حي تايمركا هدي اي غيلو كيرتو حقيلو عرهاي هدي غيلة مساجدي دي كسو يرتو هدي دينتي لفتي دي اي غيلة كيرتو وكوان سيد علمدو نوشيكتي دين كو شقينين اي اسكردقان
إن دينتي غير كسو يريسو محلو باهية دبكا وحقوبية شدالكا بنت أو لو أديك سنايو أيا وحال اللي هي وشدال ديمت هدي مركز دبكاسي أي واحد كده كران وضياش الرقم كا أما سياسيين تا أما جامعيين تا أما جن عصت هذا أما هوان كا يك هل كان السوق يمان لها هذا ما واحد الله يسكو هيستو أيهين دين تاني هرمود كودينه وهل كان فديه والسؤال صح إن ليس ويديو يا دتك مانتا ونقول يا عدي بتبادل لي كو عروتي أنا قرحية وحي رهدان انت كليني قاليهين وانا كاهين وحي رهدان علم ماذا وإن الله وكو إن هل كان فردية وحي من سيهين إن عالم كانوا أنا على نحين إن دول كان نرالي هاي وأنا وأنا الحين وحلي هين ما تذا إن الله يو ودين تأي يجو استعمال عيان وحيا مزين دين تأي إسلام كفدين عيان لكن ومضي دون ذي نعسين عيان دين تأي إسلام وحيا مزين إن إدت كصومالية أما دول كصومالية قالك حرين عيان لكن بالعكس ذلك أنا يجوميس وهرسي دايا وحي آمن سيهين إن يحكم كهلايان بين أنشقين لكن ويكون قوبايا وما حي قاعدة يستعمالان ويستعمالان إن عرورت النقار غرح كحران قارنا يقرحيان قارنا يقحيان هدي مر كنقن كود وسيدا يهي الدنيا دنا ان ربنا ان انت صالح افتين اه كنقن ما ها وحان بدبادين انه كليا عرورتنا يقرحنايان يا دولكان يا ددكان وحان بدبادين انه دين الإسلام كا أن لا كره وشرفت يدينا إلى علنا. حن علنا إن علمي إلهي دون كوا مني إن أمد كوا كتان. لكن وحن إلى عشان إن تاريخ ذا أمد الصومالية يا مجا ضد كان. وعربنا مركا. إن غفل بقى الربا إنه ضلك وحقبته أما ضدك وحقبته أما دينته وحقبته أما وسوا استعجي إنه نبض كشق غيو مركه رأ وباللابو سدي أمد الصومالية لهم مدين لها مدني ماذا وإن لقى باللابا كونه جامن عيا يجو إنه مديسينهين هرمود كومد الصوماليات أمدت كيله درجية علمتها وحنلاقي هاي سإنجا أدنو مديسان إذنك باللابا إن مدودان سيدي لو دورتي مدحوينها دقن كدولد نمدنو كدوين هاي دقن كهوره دولنمد احيد ان لوغو هاغو دبدمس وحن كو بدلني دولنم له اركتي فوق اغبشنا ان دب يا حنون لمرو سي كو نوغا دمبي ايو هلا نول وراكسن دولنم اغبشا ان وخي لغا بقي جيري ان لغا بقي إن جوانا دي لقى عبسن جيران لقى عبسن
in la aqbalo inay khasab tahay in dhaqaalaha dib habeyn lagu sameeyo inay khasab tahay in amniga iyo ciidanka dib habeyn lagu sameeyo oo run lagu dhaqo inay khasab tahay in siyaasada dib habeyn lagu sameeyo dastuurkana dib loo qoro inay khasab tahay in musuqmaasuq la dagaalamo inay khasab tahay kuwana madaxda inaan tuugada iyo laaluushka iyo qabyaalada anagu iska bilaawno inaan ka fogaano oo aanan kuwa nagu qabiilkaana u hiilin aan tusaale ummadda u noqon karno. Waxay maraysaa meel fiican, waxaan ku soo marnay dhib badan, waxaan rabnaa inaan dhib badan ku sii marno si kuwa nooga dambeeya ay uga bilaabaan meel ka fudud meeshii aan ka bilowno. Idinkana waxaan rajaynayaa inaad ummadda Soomaaliyeed oo aad hormuudka u tihiin, waxa laysku haystana ay tahay aqoonta idinku aad leedihiin, inaad ummadda Soomaaliyeed u qabataan hormuudkaas. Isbeddelka geeska Afrika ka dhacay oo dhan haddii aad dib u fiiriso, saamaynta ugu badan waxaa ku lahaa culimada. Diintuna waxay ka ahayd dayaxa ay dadku daba soconayeen. Waa haddii taariikhda dib loo raaco, taariikhdaas haddii aan mar kale la falgelinno xaaladda maanta aan joogno, waxaan leeyahay waxaa la soo gaaray culimada Soomaaliyeed meel walbo aad joogtiin idinka doorkiin. Ugu dambeyntii, su'aalihii Shiikhu halkan iga weydiiyey Xasan Jaamici, jawaabtoodu hufani waa haa. Warmitiyeedkii halkan ka soo baxay maalmihii aad joogteen, waxaan leeyahay wasiirka wasaaradda iyo cid walba oo xukuumadda ka mid a in la siiyo muhiimadda ugu weyn si loo fuliyo, fulintiisana in laga bilaabo maanta oo aan beri laga bilaabo. Haddii aad tihiin ciddii markii dhibdhaco loo carari lahaa, ummadda u dhexaysay oo kala saari lahayd, kuweenna madaxda ah khaladka iyo saxda u kala sheegi lahaa, doorkiinnu uu ahaa lahaa ama yahay markii su'aal laga jawaabi waayo meel loo noqdo ayuu dalku leeyahay. Waxaan rabnaa inaad u fahamtiin inaan sidaas u fahamsannahay. Waxaan rabnaa inaad u fahamtiin inaan ixtiraamkaas idiin hayno, in caqligeennu uu sidaas yahay. Idinkana waxaan rabnaa in haddii siyaasiyiintu iskhilaafsan tahay oo ganacsatadu iskhilaafsan tahay oo haweenku iskhilaafsan yihiin oo dhallinyaradu iskhilaafsan tahay, waxaan rabnaa qolo aan iskhilaafsanayn aqoontoodana lagu kalsoon yahay. Waxaan rabnaa markii idinku tilaabada ugu horeysa inaad qaadaan, ballanqaadkayga aniga wuxuu yahay marka hore inaan nafteenna ka ilaalinno, inaan ummadda dhibaateyno, xoolaha ummadda Islaameedna aan khiyaamayno. Marka labaad, ballanqaadkeennu wuxuu yahay dhib walba oo na hor istaaga, qof walba oo isku dayda inay nagu celiso dhaqankii aan soo dhaafnay, hadafkeennu inuu ahaan doono mid fog, fikirkeennuna inuu ahaan doono Soomaaliyada sharafta badnayd oo aan ku soo kornay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.